والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أي على الحسين كان درس الأبوين ونشأنا ووجدنا كربلاء موطن الروح وثاني القبلتين. صاح الحسين يوم عاشوراء على هلم ناصر وإذا بهذه التحشدات أقبلت وهي تنادي بصوت واحد لبيك داعي الله. ان كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري.